ما أرسلت إليكم إلا لأطيح بالخليفة، أفهمت؟ فهمت، وإن كان عليك أن تفهمني لما تريد أن تطيح به؟ كي ننصب خليفة يرعى الله في ديننا ودنيانا. وماذا يفيدنا تغيير خليفتكم؟ نحن طوع أمركم فيما تطلبون، شريطة ألا تتعرضوا للمسلمين هنا أو في أي مكان آخر. نطلب حمايتكم، ولكم الطاعة منا لو أعطانا الخان الأعظم الأمان. أعتقد أن الطوسي يوافقني في ذلك، أليس كذلك؟ وهل أنت معه في تسليم مجاهد الدين الدويدار؟ تسليمه لكم؟ الخان العظيم لن يقبل أن يهبكم الأمان إلا عندما يصل إليه مجاهد الدين مغلغلا. أعفيتني من هذا الطلب، كنت سأطلب منكم أن تخلصون منه أيضا. وجيش الخليفة، جيش الخليفة الذي يقودهم مجاهد الدين، أعرف كيف أنخر بداخلي كي لا يحارب. ولو حارب ينهزم لقلة عدده وعدته. أرجو أن أكون عند حسن ظنكم بما قلت. لا نشك في إخلاصك لنا وحرصك على حقن دماء قومك، وحرصي على نصرة ديني وأمتي بتغيير الخليفة. توافقني الرأي يا نصير الدين، أليس كذلك؟ قلت ما قلته الآن قبلك، لا مطمع لنا إلا حماية ديننا ونصرته. ونحن لا مطمع لنا إلا نصرة أصدقائنا والحفاظ على دينهم وأهلهم. أرجو أن يصلني رد الخان الأعظم ويكون متفقا ورأيكم. يصلك رد الخان بأسرع مما تنتظر. متى؟ الآن. الآن؟ كيف؟ الخان الأعظم يوافق ويمنحك الأمان. هل فوضكم الخان الأعظم لتقولوا ذلك؟ بل فوض نفسه. أنت تكلم الآن الخان الأعظم. هلاكو. سيدي الخان الأعظم في داري ونحن بحضرته. عذرا عفوا سيدي لجهلي وجهل كبير حرسي لكم، وإنني أجلس. اجلس يا وزير، اجلس. لو كان هناك ما يستأهل اعتذارك لما منحتك الأمان. أنا الآن أن نحشو أفواهنا بغير الكلام، أن تأمر حرسك بأن يأتوا بالطعام والشراب يا ابن العلقمي. ميمة، من مع القماشي في زيارة سيدك؟ تطر، من قال لك؟ لا يخفى شيء في قصر الوزير. من هم؟ أصحاب القماش، عيون للخان. لما أتى به؟ ليعملوا في خدمته. ألم يفهمك الوزير كل شيء؟ أفهمني، وأطلب منك أن تزيدني. سيرسلهم إلى الخان طالبا منه الرجوع عن بغداد وعدم محاربة المسلمين. أرأيت كيف استمال سيدي الوزير رجال هلاكو ليعملوا معه بدلا من أن يعملوا ضده؟ أعماهم بذهبه. لا أصدق أن يخون جندي تتري خانه الأعظم من أجل ذهب الوزير. تذكري أننا كنا أول من خان ونحن ابن قائدي، أقدمنا على الخيانة بلا ذهب. الوزير لا يريد إلا أن يبتعد التتار عن بغداد، ونحن كذلك. لا ضير في أن يأتي برجال هلاكو ويرسلهم إليه مهددا متوعدا.
أتعرفين ما قاله سيدي الوزير لرجال هولاكو بعد أن استمالهم بالذهب؟ قال لهم إنه لن يقتلهم وسيبقي على حياتهم رحمة بهم. هكذا استمالهم وأمرهم بالذهاب إلى هولاكو ليخبروه بأن جيوش المسلمين جميعاً تزحف إليه، جيوش الشام ومصر والحجاز واليمن وإفريقية. حتماً سيخشى هولاكو بأس كل هذه الجيوش ويرجع، ونحن لا نريد إلا أن يرجع، أليس كذلك؟ أقولها لك ثانية، لا يجرؤ تتري على خيانة الخان الأعظم. حتى أنا؟ لي مطلب واحد يا ابن عمران، أنا لا أدفعك للغدر بالخان، فقط آمل ألا تغدر بي وبسيدك الوزير. أرجو أن تعامليني كمسلم يا أميمة، كوني على ثقة أنني نسيت أهلي تماما، لا أريد أن يقتحموا علينا بلدنا حتى لا أذكرهم ثانية. لا أعرف ماذا سأفعل عندما أجد نفسي أمام أبي أو خالي، لذا أرحب برجوع التتاري عن بغداد كما يفعل الوزير. لا يجب أن نراهم أو يرون ثانية. أفهمت يا أميمة؟ كبير حرسي، ألا تثق به يا وزير؟ من؟ ابن عمران؟ نعم ابن عمران. لم أصادف في حياتي من هو أخلص منه ولا أسرع منه تلبية لمطلبي ولا أجرأ منه إهانة لضيوفك. سيدي عفوا، إن كنت قد عفوت عنك فلا تطمع في أن أعفو عن غلمانك. سيدي الخان لم يخطئ إلا جهلا بمقامكم. أتمنع أن يصحبنا إلى خارج بغداد؟ لما يا مولاي؟ لا لا أحب أن أسأل كثيرا فلا تبدأ صداقتك معنا متسائلا. لن أسأل يا مولاي، فقط دعني أطلب الرحمة لكبير حرسي، ولن نبدأ اتفاقنا بقتل أحب غلماني إليه. ومن قال لك إن الخان الأعظم عزم على قتله؟ لا تفسير إلا هذا، أستحلفك بكل مقدس، فليكن عفوك عن دليلا على صدق وعدك لي، ولن آمن بأن يدفع حياته ثمنا لجهله بما فعل. ولما لم تخبره بعزمك على مقابلتنا؟ دلني على القماش عندما عرف، فأوهمته بأنني سأضللكم، فهو يغار على دينه وقومه غيرة الغوغاء والعامة. قلت إنك تثق به. ليس إلى هذا الحد، فهو لن يفهم بأنني أغار على ديني وقومي بأكثر من غيرته، وأرجو أن يقبل الخان الأعظم اعتذاري عن حماقة غلامي. دعه يصحبنا إلى خارج بغداد، ربما عفوت عنه لو لمست منه تأدبا في رفقتنا وإخلاصا في خدمتك. قل سمعا وطاعة يا ابن العلقمي، ومر غلامك بالتأدب. سمعا وطاعة، وسآمره بأن يصحبكم متأدبا. هل ترى أنني أسأت الأدب يا سيدي؟ أنا أرى أنك ستطيعني. اذهب معهم يا ولدي، وخذ ما أمرت به من هدايا ونفائس، وأطع ما يأمرونك به. أية طاعة لتاجر حرير؟ أنا لا أفهم شيئا يا سيدي. خلتك أكثر فهما مما أنت الآن، أرسلتك لتحضر لي القماشة وأنت تعرف من هو. هل تعتقد أنه يحضر إلي تاجرين للحرير وخياطا؟ أتعني أن هؤلاء؟ نعم نعم نعم، إن كنت قد فهمت فاصطحبهم ولا تزد. أتى بهم القماش، فهم من التتر إذن. أسأت الأدب في حضرتهم فطلبوا أن أذهب معهم متأدبا. سيقتلونني يا مولاي، سيقتلونني. أصمت يا ابن عمران. أستحلفك بالله يا سيدي، إذا كنت قد ألقيت بي إليهم فلتذكر أنني كنت مخلصا لك. هؤلاء التتر لا يرحمون يا سيدي، لا يرحمون أنفسهم ولا بنيهم. أم ترى أنني أستحق أن أموت جزاء وفائي لك يا سيدي؟ لن تقتل لو رافقتهم متأدبا يا ابن عمران. سيدي سيدي،
لو خرجت معهم لن تراني ثانية يا سيدي. ثم لا تنسى أنني من وشيت بالقماش وهم لن يغفروها لي. أستحلفك بالله يا سيدي أن تعفيني من الذهاب. اقتلني بيدك رحمة بي. سيقطعون جسدي قطعة قطعة بدءا بأطراف أصابعي، فأنا أعرف طريقتهم في القتل. لا تفسد ما دبرنا يا ابن عمران، من أجل المسلمين جميعا ومن أجل سيدك. اذهب معهم، أعادك الله لنا سالما. لن أعود، أعرف أنني لن أعود ولن أرى زوجتي. أستحلفك بالله يا سيدي ألا تخبرها بذهابي معهم رحمة بها. اطمئن يا ابن عمران، لن أخبرها. قل لها إنك أرسلتني في مهمة إلى الشام أو الحجاز. لا الله ولي الله أيضا. سأقول لها يا ابن عمران ما ينسيها زوجها. اطمئن، لنا الله. ذهب إلى الشام؟ نعم يا أميمة. لما يا مولاي؟ لما كل أسئلتك هذه يا أميمة؟ اغفر لي فضولي يا سيدي، فما دفعني للسؤال إلى الخوف؟ نعم أعرف أنك خائفة. تعرف يا سيدي؟ نعم أعرف. فلا توجد زوجة في شبابك لا تخاف على زوجها، خاصة وهو مثل ابن عمران. لقد أرسلته مع كوكبة من الجند، فلا تخافي عليه يا أميمة. ألم يذهب مع القماش ورسل التتر؟ اصمتي يا أميمة، قلت لك إياك أن تذكري ذلك مرة أخرى. ما ذكرته إلا ليطمئن قلبي يا سيدي. لي قلب يسع مئات القلوب في حجم قلبك بداخله الاطمئنان. أي خوف على زوجك؟ وقد أرسلته ليعود بجيش الشام لمحاربة هؤلاء التتار. عفوا يا سيدي، حسبته ذهب مع القماش فخفت أن يقتله. بل ذهب مع آخرين. القماش ومن معه ليسوا بحاجة إلى من يدلهم على الطريق. اطمئني يا أميمة واصمتي، ولتعلمي أنني أحب ابن عمران قدر حبك له. لو كان في طريقه إلى الشام الآن، فحبه لك لا يفوقه حب إلا حبك له. أعتذر عما بدر مني يا سيدي. فات زمان الحب يا أميمة، ما بقي إلا أن نلبس جلد القنافل. كيف يرجى الصلاح في أمر قوم ضيعوا الحزم فيه أي ضياعه؟ فمطاع الكلام غير سديد، وسديد الكلام غير مطاع. دعك من أبيك وأكمل لي حكايتكم يا باتو. لن أدع أبي ما بقي لي من عمر يا خالي العظيم. بل تتركه وأمك بعد أن تراك وترجع إلى وزيرك في بغداد إلى أن نأتيكم فاتحين. انتظرت وصولكم طويلاً أيها الخان العظيم، بل عملت على أن أكون في قصر الوزير لأدلكم على ما يفتح بغداد بلا جهد. كان بإمكاني أن أعود إليكم وأفر من بغداد، ولكني ضحيت بشوقي لأهلي مقابل شوقي لدولة التتري هنا. أنا في عجب من أمر اختطافك وأنت في سنك هذا. كان ذلك من 7 سنوات أو يزيد يا طوسي، وقال إنهم سحرة عرب، فماذا يدهش في ذلك؟ لو عرفت خاطفيك لأعطيت كل واحد منهم قنطارا من ذهب. أسرع إلى أمك لتراك، فيكادت أن تقتلني حينما منعتها من الحضور إلى بغداد. أمي. باتوا باتوا باتوا. ماذا حدث؟ أين باتوا يا ياري؟ إنهم يصرخون باسمي. باتوا يصرخون. باتوا.
عدباته يا كمشي أنبثت أرض المسلمين أول أحلام التتار. نبت مر ربما يحمل بين أليافه السم الزعاف، وربما كان بداية لحلمك الكبير. حلمي هنا يبدأ بالزرع وينتهي بالحصاد. أرض المسلمين لن تحقق حلمي هذا عندما تعيد رجلا فقد لسنوات، بل تحقق حلمي عندما تنبت رجلا بلا وجود تخلفه من عدم. أريد لهذه الأرض أن تهبني الزرع والحصاد معا. الخان المنتظر لا أن تهبني فتى غائبا. ليس الحلم أن يعود تتري إلى أهل التتار، بل أن نعود جميعا إلى هذه الأرض، أن تحتضن بات بدلا من أن ترفضه ليعود إلى أهله. أتفهم يا بات الصغير؟ لا يستطيع أن يفهم ما تقول يا يشبه، بل عليه أن يعي ما يراه. لا أريدك أن تضرب في أرض المسلمين تائها ثم تعود إلى أهلك بات الصغير. عليك أن تأخذ بأهلك جميعا إلى أرض المسلمين، تذللها لهم، ترغمها على أن تقبلهم لا أن ترفضك. وإياك، إياك أن تعود إلي كما عاد بات هذا. ساعتها لن أشتاق إليك ولن أرحب بك. سأخضع لك هذه الأرض من الآن أيها الخان الصغير، فتعلم كيف تبقيها ذليلة خانعة. هكذا يعود أبناء السادة، وهكذا يستقبلهم أبناء العبيد. احتفوا باسم آلهتكم أيها العبيد، واسجدوا لهم حتى تمرغ جباهكم في حضيض خطاياهم. احتفوا. المجد للخاتون زوجتي خالي. تقصد القتل للخاتون؟ ما الذي أعادك؟ بل قولي، لما لحقني التتار إلى هناك إلى بغداد؟ لم نقصد بغداد بحثا عنك. وضعتني الآلهة في طريق القماش فكشف ستري. فجئت بدورك لتكشف ستري؟ وهل يعقل أن ألقي برأسي أمام سيف خالي؟ الذي يعقل إذا؟ ألا يرضيك ما رأيته الليلة؟ لقد عرف الجميع حكاية اختطافي. هذا عن اختطافك، فماذا عن تركينا؟ أية حكاية ستختلقها؟ سأجتهد ألا يراها أحد، فهي لم تعد من أهلنا. كيف؟ اعتنقت دين المسلمين، بل وتصر على نصرتهم علينا. تركينا وشت بالقماش للوزير وكادت أن تشي به. وبعد؟ تحيلت كثيرا للوصول إلى هنا دون علمها. كما ستجتهد تماماً في إخفائها. أسمعت. إلى أن نملك بغداد. ما رأيك يا كمشي؟ أرى أن يجتهد في إخفائها تماماً حتى لا تفسد ما دبره الجميع. إخفائها تماماً؟ نعم. ماذا تنتظر؟ أن تشي بك للوزير؟ الوزير معنا يا كمشي. وما يدريك أن تشي بالوزير نفسه لمن يعلوه ما دامت تكرهنا هكذا.
عقدت العزم على مراوغتها حتى ندخل بغداد. لن ندخل بغداد وهذه الأفعى قابعة هناك. حتى لو انتصرنا ودخلنا ستفضح أمرك للخان وأمر دوبس خاتون. سيملك التتار بغداد وأنتما جثتان. اسمع، اقتلها حال وصولك بغداد كي لا تقتل أنت. اطمئني، ستقتل حال وصولي. حال وصولك ضع مجاهد الدين تحت عينيك حتى أضع سيفي على عنقه، أتفهم؟ أفهم يا سيدي. أبلغ الخماش رضائي عنه، قل له أن يلتصق بالوزير ويكون تحت إمرته ورهن إشارته. سمعا وطاعة يا سيدي. خذ حذرك يا باتو، احرص على ألا يغدر بك. اطمئني، سأحرص على ألا يضر بنا يا سيدتي الخطوة. هيا انطلق من فورك، لا أريدك أن تغيب أكثر من يومين. اسمع، قل لوزيرك إنك كنت مؤدبا في رفقتنا فعفونا عنك عندما وصلنا الفرات. سأنفذ ما أمرت به يا سيدي. هكذا تسقط بغداد، وقبلها يكون صاحب الشام في قبضته بطلبه مرسوم الأمان. تجلدي تجلدي يا جياد الوفاق، تجلدي، ها قد وصلنا دمشق أحياء. اللهم ارجعني سالما إلى بغداد كي أموت بين أهلي. فقط أموت بين أهلي ولا أموت على ظهر الفلاح. طفل يا أطفال، طفل مجهول الاسم معروف الخال، دلوني في أي الأسواق بيع. ما زلت كما أنت يا أم الطفل باحثة عنه. لم يكبر الطفل بعد، لم يكبر الطفل المفقود، ولم تصمتي. دلوني أي النخاسين بتاعه. دليني أنت يا امرأة كيف أستريح. لو كان طفلك على قيد الحياة لصار رجلا، ولو كان لسانك من حديد لاهترأ كما اهترأ لساني من كثرة الجدل والولائم. كم أخرج لساني وفمي من كلام، وكم أدخل فمي من طعام. دلوني نخسون عن طفل يصبح سلطانا ويكسر التتار. ما زلت تنعقين بذكر التتار حتى داهمونا. كفاك نعيقا يا امرأة، أنا أبحث عن جيش يرد التتار ويكسرهم، لا عن طفل. أنا أبحث عن جيش. تجلدي تجلدي يا جياد الوفاق، تجلدي تجلدي يا جياد الصلح، تجلدي. كفاك يا الغالية، كفاك. كفاك أنت تعقبا لي، واذهب إلى سجنك وأغلق عليك. تركت السجن، بل تركت كل شيء خوفا عليك. خف على نفسك يا قاتل ولدي، إن كنت قد تركت سجنك فلن يتركك سجنه، بل لن يتركك الله لتفلت من عقابه. يا قاتل أطفال المسلمين جميعا، طفل يا أطفال، طفل مجهول الاسم معروف الخال يصبح سلطانا ويكسر التتار. دلوني في أي الأسواق بيع. أسمعت عطار؟ أرأيت؟ هكذا هي دائما. دعها تبحث عن من يخلصنا من التتار، فمن يدري، ربما. لا يطاوعني قلبي. ألم يأتي رسول الخليفة لدعوة جيوش صاحب الشام للحرب؟ دعها تدعو مع رسول الخليفة. ما لي أنا والخليفة والتتار؟ ستموت زوجتي بحثا عن من يكسر التتار، وسأموت أنا بحثا عنه. رسول الخليفة ينتظرك يا ولدي. قلت لن أقابله. لن تقابله؟ نعم. ولم لا؟ لا حاجة لنا لمقابلته. أي كلام من هذا الذي أسمعه يا عزيز؟ أي كلام غيره تودين سماعه يا أمي؟ ليس هكذا ترد على أمك.
وليس هكذا تستقبل رسول الخليفة، وأنت هنا نائب عن أبيك. ماذا أقول للرجل؟ أي شيء، قولي له فليقابل أبي. أي، وأين أبوك ليقابله؟ ليس هنا، فليذهب إليه حيثما يكون. وأنت؟ مريض، قولي إنني مريض. أي خرف تهذي به؟ لا تقولي مريض يا أمي، قولي سأقابله وبيدي مرسوم الأمان هذا. أصمت. لما؟ أليست هذه هي الحقيقة؟ أقابله وأطلعه على مرسوم أمان من خان التتر وأصيح في وجهه، لن نحارب التتر لأننا أتباعهم. أتباعهم؟ من قال لك إن صاحب الشام تابع لخان التتر؟ هم أصدقاؤنا حتى. حتى ماذا؟ حتى يفرغ أبي من حرب المماليك فيعاديهم؟ أتوسل إليك يا أمي أن تتركيني وشأني. ماذا أصابك؟ من يوم أن عدت من عندي الخان وأنت لا تطيق نفسك. هل تريدين معرفة ما حدث؟ أغلظ لك الخان في القول؟ لا ضير، فهكذا تسير الأمور. بل أغلظت لي الخاتون يا أمي، أتفهمين؟ سيأتي اليوم الذي تثأر فيه منها ومن الخان، فاستعد لثأرك. أي ثأر يا أمي؟ ليتك تعرفين، ليتك تعرفين ثمن هذا المرسوم، ليتك تعرفين كم دفع ولدك من ثمن. هكذا أمور الحب، صولات وجولات يا ولدي. خسر ولدك الحرب من أول جولة. أي رجل هذا الذي أتحدث إليه؟ رجل؟ كانت الخاتون هي الرجل يا أمي. أظنك تنتظرين أن أعود لك رجلا وهذا بيدي. لا تقل هذا ثانية، وإلا قتلتك. أم تراك لا تطيق بعد ابنة الوزير؟ هي عندك، ما دمت أضعف من أن تمسك بلجامها فلا تسمعها إنك لم تعد رجلا. على الأقل تظاهر بالرجولة. أي رجل تهزمه امرأة هكذا؟ أنا يا أم العزيز. قبحت من ولد حملته أحشائي إذ تهزمه ابنة الوزير. ابنة الوزير يا أم العزيز، ليتها كانت ابنة الوزير. يشق على نفسك حلو يا سيدتي. لا أريد أن أكون سببا فيما يحدث. وماذا يحدث؟ إنه دائم الصياح مع أمي، فليأكلها ولتأكله، ليأكل بعضيهما، فقط يبتعدان عنا. إن ابتعد فلن يبتعد التتر، لو قدموا لأكلوا الجميع يا زهر. أخائفة من أن يصل التتر؟ أرسل الخليفة رسوله ليعلن أن التتر على حدود العراق يا زهرة. يكسرهم السلطان بإذن الله. أي سلطان؟ من يصبح سلطانا ويكسر التتار. محمود، وتصح قولته. أينتظر المسلمون إلى أن يصبح محمود سلطانا ويكسرهم؟ لو صحت النبوءة لقضوا علينا قبل أن يصبح سلطانا. الآن تأكد أن ما قاله الأمير محمود صحيح. ما دام التتر على الأبواب فسيصبح سلطانا ويكسره. تأكدت أنا من شيء واحد يا زهر، أن التتر قادمون وعلينا أن نرده. أخشى أن يكون رفض مقابلة رسول الخليفة بسببي. ما لك به الآن؟ كيف وهو زوجي؟ أم لعلك لا تعرفين؟ الآن وجب علي أن أقف إلى جواره. لابد أن يقابل رسول الخليفة ويستدعي أباه بجيشه لصد التتار. لما تنظرين إلي هكذا؟ لا شيء، فقط أذكرك أنه لم يدخل حجرتك بقدمي. لم أمنعه من دخولها ولن أمنعه، فمن حقي ومن واجبي أن أطيع، فأنا زوجته على سنة الله ورسوله، وأولى بي وأكرم أن يدخل زوجي حجرتي بدلا من أن يقتحمها التتر. ولا تذكري اسم محمود ثانية، فهذا لا يحل لي. علي أن أقنعه بأن يقابل رسول الخليفة. كما أنت يا رسول الخليفة، كما أنت. سيدتي، أنا
أنا أمه العزيز. أصابت ولدي وعكة فأبيت أن تجلس هكذا. اجلس يا رسول الخليفة. عفوا سيدتي. اجلس فربما طال جدلنا. جدال؟ مرة أخرى نجادل؟ ألم يرسلك الخليفة لذلك؟ بل أرسلني الخليفة لأدعو الولاة لحرب التتار، ولا أظن أن هذا يستأهل الجدال. يا سيدتي كفاكما خصام؟ أنت ضيفنا ليلى. لا داعي للولائم يا أم العزيز، فالتتار على أبواب دولتنا. لا أريدك أن تركب من فورك للناصر يوسف على أبواب مصر. لما العجلة؟ لا مفر. لابد أنك ذاهب لتدعو المماليك لحرب التتار. أصلح ذات البين وأدعو للحرب. ستلقى صاحب الشام في طريقك. أدعو الله أن يطيل في عمري إلى أن أصلهم وأعود إلى بغداد. لا أريد شيئا إلا أن أموت في فراشي بين أهلي وولدي. استودعك الله يا سيدتي. لا يعقل أن تنصرف في ذات اليوم الذي تأتين فيه. كفانا الجدال هذه المرة. لم أقتحم عليك حجرتك من يوم أن أتيت، فلما تقتحمين علي مجلسي؟ كان عزوفك وابتعادك بسببي، فأردت أن يكون اقترابك بسببي أيضا. أتيت بنفسي كما ترى. أي جديد جد لتأتي بنفسك؟ ربما رأيت أنه يتحتم علي أن أكون بقربك الآن، كما يتحتم على الزوجة أن تكون بقرب زوجها. لا تنظر إلي هكذا يا أمير، أنا زوجتك، فاختر من النظرات ما يناسب الزوجة. لم تردي على سؤالي. أي جديد جد لتأتي إلي راجية هكذا؟ أتسليم بما حدث؟ هم ربما تأجج فؤادك بهواي الساعة. يا ابنة الوزير، أنا أعرف ما دفعك لاستسلامك هذا. لم يكن بيننا حرب يا أمير. بما تسمين ما حدث إذن؟ بما تسمين وحدتك الطويلة في مخدعك البارد طيلة هذه الشهور كلها؟ فراش ممتد كساحة قتال بلا محاربين، تقاتلين فيها وحدك، تقاتلين فيها أشباح الوحدة وأجناد الوساوس. هذه هي الحرب التي أتيت بعدها مستسلمة طالبة للأمان. أترغبين في مرسوم أمان يا ابنة الوزير؟ رغم أنك لا تقاتلين إلا نفسك. سيدي، لم آتي طالبة مرسوم أمان. لما جئت إذن؟ هل جئت تطلبين أن أنازلك في ساحتك الخالية فقط لتشعري بأن هناك من يقاتل بدل من أن تقاتلي نفسك؟ ما عدت بقادر على ذلك يا ابنة الوزير. حتى لو رضيت أن أقرب حجرتك فلن تجدي إلا ظلاً لرجل يزيد وحدتك ويظل طوال الليل يقاتل هواجسك وأشباحك. فاكتفي بهواجسك، فلن أزيد فراشك إلا برودة. أتكرهني لهذه الدرجة؟ لا أريد أن يحاسبني الله لأنني عصيت زوجي. أنا سيحاسبني الله إن اقتربت من فراشي. فذهبي. لا أطيق أن أذهب وأراك هكذا. لا تستطيع أن تقوم بمهام يتحتم عليك القيام بها. تشفقين علي؟ أشفق على نفسي وديني وأمتي يا أميري. قم لما ينتظرك وأعد العدة لمحاربة التتر عدوك، وسأكون إن شاء الله أول من يطيع. اذهبي إلى حجرتك وأغلقي بابها عليك كما كنت. أبعد كل هذا؟ قلت اذهبي، فأنا لا أصلح لشيء مما قلت. هيا اذهبي، فأنا لا أصلح زوجا أو أميرا. قضي الأمر وانتهيت. لم أكن أحسب أن يصل بك الألم إلى كل هذه الكراهية. اذهبي يا سمي، فلست أنت. لو كنت أكرهك اقتحمت عليك حجرتك من يوم أن أتيت، ولكني أحبك. أتفهمين؟ ولأني أحبك أحب البعاد عنك.
لا أعرف زوجا يحب زوجته ويكره القرب منها. أنا يا سلمى، اذهبي لحال سبيلك واحمدي الله للتعادي، ولا تأتي ثانية طالبة للأمان، فأنت أطهر من أن تطلب الأمان. اذهبي.